هاي. حلقة كتير سريعة اليوم لأنه قلت لي يمكن معي 10 دقايق قبل ما يوعوا السعادين والصغار الحلوين يلي عندي. منبلشها بإنجازات اليوم. نمبر 1، ابن لوكا صار يعرف يقول كورونا فايروس. يوم مخصص للتنظيف والتعقيم والترتيب كل أرجاء المنزل بمساعدة البطل لوكا. أخيرا قدرت أحصل على فترة بسيطة من الهدوء خلال اليوم أعمل فيها يوغا والعودة إلى الذات والتأمل والتعمق في دوري لهذه الحياة ودوري على هذا الكوكب. أكيد لا لا، وبعدين ختمتها بالجراند فينالي. نشاطات رياضية متنوعة. أميلا ليش واحد بيجيب ولاد؟ بليز أبليز أنت بليز أبليز. رقم 4، طبخ. رقم 5، مناوشاتي اليومية مع بنتي ميا. What is that mama؟ هيدا شو؟ Milk. What is that? Milk? Yeah. Your brother's milk? Yeah. Why is your brother's milk بالحمام؟ You know, you drove me crazy. أيوة. وهذا يعني سبب صغير من الأسباب اللي خلعنا حملة تنظيف مكثفة اليوم. ما بتفهم. في كورونا، وين كورونا؟ ويبينار مع اصدقاء وموظفين ومعارف لي في الرياض. عملنا فيه نقاش شيق جدا عن تحديات العمل في البعد والتسويق الرقمي بهاي المرحله. وعدتكم انه ابقى اعطيكم معلومات اكثر عن البرامج عم استخدمها لاعمل هاي الويبينار وهي السيشن. فحطيت فيديو سريع. اوكي، السيشن اليوم رح اعملها على البروجرام اللي هو مايكروسوفت تيمز. بتعملوا داونلود للاب، كتير سهلة، مايكروسوفت تيمز. بعدين الهوست بيبعت لكم لينك to click on لتفوتوا على الميتينج. That's it. It's very very easy. بتحطوا your name وبتحطوا join now. إذا بدكم الكاميرا off or on it's up to you. كل شيء عندي on PC and mic. Join now. Okay. And okay, my speakers are muted, so I'm gonna unmute. بس رح أعمل mute للميكروفون. Okay. هاي أحمد. أهلا. كيف حالك؟ صباح الخير. الحمد لله، صباح النور، كله تمام؟ إيه كله تمام. Okay تمام. دوبا خلصنا من الميتنج حقنا، فبياخدوا بريك 5 minutes. اي عاد تمام، رح انزل اعمل قهوة لك. اوكي تمام. يلا. Yes. And we do have positive feedback about what we are doing. There's a lot of ideas that can be shared in this matter. فقرة جديدة من حصيلة اليوم ما بقى نسميها، حنسميها نشاط اليوم. اوكي، نشاط اليوم هو شيء انا عملته مع الاطفال، مع الاولاد، مع روكا وميلا. يعني ممكن يعطيكم افكار او حبيت انقل لكم اياه بطريقه او باخرى. سو كل حلقه رح تكون مقسمه لقسمين، القسم الاول انجازات اليوم والقسم الثاني نشاط اليوم. انجازات اليوم خلصنا منها،
نشاط اليوم هو انه يبدو انه عندي بالبيت يعني تذكروا لما نصبنا خيمه في اول حلقه تمام، فاللي صار انه تطورت مهاراتنا في نصب الخيام وصارت يعني شوي احترافيه اكثر. وضلنا الخيمه مش متطورين اوكي. الحمرة تبعتي، الجواب القصير هو انه هذا اللون هو لوني المفضل بالحمرة، ولما اكون مكتئبة ونفسيتي مزفتة ومعفنة وبحطه سبحان الله ما بعرف شو بيصير هيك شوي تتحسن نفسيتي يعني ابو 2 على 3%. وبشكل عام انا كثير بحب اللون الاحمر فعندي كثير مقتنيات من هذا اللون، ما بعرف شو له دلالة للي يعني بامنوا بهي مش دراسة هي بال يعني نظرية انه يعني اللون المفضل ينم عن سمات معينة ببعض الشخصيات. أكيد اللون الأحمر يعني الناس اللي بحبوا اللون الأحمر بيكونوا extroverts وصوتهم عالي وبيضحكوا كتير وإيجابيين وبولد ويعني they're annoying بيزعجوا بعض الناس، إحنا بنزعج بعض الناس يعني محبين اللون الأحمر بيزعجوا بعض الناس، بس يعني بصراحة ما كتير بهمنا we don't really care يعني مين بنزعج، إحنا هيك ومش هيك بنحب اللون الأحمر لأنه we're in your face. ف anyways بنشوفكم بالحلقة التانية الرابعة ان شاء الله.